الرجل الأربعين يا أبوي، الرجل الأربعين كنز، الرجل الأربعين عملة نادرة، الرجل الأربعين فيه سر كده غريب أنا هقوله لك النهاردة. سيبك من كلام السوشيال ميديا والهري والكلام ده كله، علاوة على الكاريزما، الهدوء، الشخصية، قوة الشخصية، إنه فاهم الفولة، إنه مدقدق، إنه صايع قديم، إنه جايب من الآخر، إنه يشوفك وإنت بتكذب وما يقول لك إنت بتكذب، ده يخليك تصدق إن هو مصدقك، فتحس إن هو صايع قديم. علاوة على كل ده وعلاوة على الهيبة دي كلها، فالرجل الأربعيني بيمر بمرحلة في العلم النفسي اسمها مرحلة المراهقة المتأخرة، يعني تلاقي عنده عقل راجح جدا بيوزن الامور ويحسبها كويس جدا، وتلاقي عليه هيبه كده زي هيبه الانبياء لان نزلت عليهم الرساله في سن الأربعين، ولكن قلبه قلب طفل وقلب مراهق، يعني يحب يعيش الحياه، يعني يحب يستمتع، يعني يحب يضحك، يعني يحب يتبسط، يعني ما يحبش النكد، يعني ما يحبش المشكلات، يعني عايز يدلع كده يا اولاد. فالراجل الأربعين ده كنز، لذلك تلاقي العالم كله، نجوم العالم كلهم في سن الأربعين، قمة النضج توصل لسن الأربعين، فالكل يبحث عن الرجل الأربعين، فيا بخت اللي عنده ولا عندها رجل أربعين تحافظ عليه، لأنهم دول عملة نادرة، لما تفلت من السن ده ما هترجعش ليه تاني. فأنا عايزك النهاردة أي واحد أربعين النهاردة يعمل لي ديو مع الفيديو دواتي ويثبت لي إن هو أربعيني ويكتب كده وما يخافش أنا أربعيني. أربعيني يا جماعة يعني الهيبة، والهيبة من عند الله، الصايع قديم. يلا ديو مع الفيديو ده فورا، وإيه وشكرا.